هي شلوى بتعمل ايه ده كله؟ اكيد بتكلم واحده صاحبتها. عجيب. طب ما تقومي تشوفيها بتكلم مين. هتكون بتكلم مين يا ماما؟ اكيد بتكلم واحده صاحبتها، وبعدين التليفون هو اللي رن مش هي اللي اتصلت. ماما ماما هو تكلم؟ كلم مين؟ الاستاذ يوسف. استاذ يوسف؟ ويطلع مين ده الاستاذ يوسف يا بنتي؟ ده مدرس اللغه العربيه بتاعي يا تيتا. يلا يا ماما هتفضلي سايباها سماعه كده. الو، اهلا يا استاذ يوسف. لا الحمد لله انا كويسه. لا دي سلوى بتبالغ بس. لا متشكره قوي، احنا مش محتاجين حاجه. ماما معايا ولو احتاجنا حاجه هتصل بخالد اخويا. طب ليه؟ احنا مش اتفقنا انك تعتبريني اخوك هنا في القاهره؟ ما انا شايلك العوزه. هو في عوزه اكتر من انك تبقي تعبانه؟ عموما انا اسف اذا كنت سببت لك اي احراج او ازعاج. لا ابدا. اصلك لما غبت عن المدرسه وسلوى قالت لي انك تعبانه قلت اتكلم اعرض خدماتي. عموما نمر تليفوني مع سلوى، لو احتجت اي حاجه انا تحت امرك. مع السلامه. مع السلامه. ويطلع مين يوسف ده يا ستي؟ ده استاذ اللغه العربيه بتاع سلوى. طب انا عارف، بس اقصد اقول هو متعود يتصل بيكوا هنا؟ لا ابدا والله يا ماما، ده اول مره يتكلم في التليفون. طب ومين اللي عطاله نمره التليفون؟ انا يا تيتا اللي اديتها له. وتديها له ليه يا فلحه؟ ابدا يا تيتا، هو ادانا نمرته عشان لو عوزنا منه حاجه، والنهارده لما عرف ان ماما تعبانه قال لي اتصلي بيا طمنيني. قلت له لا خد انت نمرتنا واتصل، لان ماما اكيد مش هترضى تخليني اتصل بيك. فالحة يا حبيبتي فالحة. ايه القضية في كده يا تيتا؟ زميل بيكلم زميلته المريضة، وبعدين الأستاذ يوسف ده في منتهى الأدب والاحترام، يبقى ايه المشكلة بقى؟ أنت كمان بتأوحي، أنت غلطانة من فوقك لتحتك، وأوعي تدي رقم التليفون لحد من غير إذني، فاهمة؟ حلو قوي الطالب ده، ايه رايك؟ يجنن يا رياض يجنن. تعالي ماما بس اتفرجي. رأي الست مريم، ايه رايك يا ست اسرائيل؟ اللي يعجب ابني ويليق بمقامه هشتريه له ان شاء الله بمليون جنيه. ربنا يخليك ليه، ما تدخلني البركه. لو عجبك نشتريه. يلا يا رياض ده يجنن يهبس. الف الف مبروك عليك يا حبيبتي. خلاص اخترتي حبيب الطقم ده؟ ايوه. بعد اذنك عايز اشوف تشكيله الغوايش اللي عندك. من عينيا. غوايش؟ انت مش قلت رصيد على الطقم ده؟ ما هو انت يا ست الكل صممتي ان انت بتجيب الشبكه وانا حققت لك رغبتك. انا عايز بقى اجيب حاجه مني النبيله فهشتري لها غوايش. انت بتستعبط؟ ما انتش عارف تمن الطقم اللي قدامك ده كام؟ لو غالي يا امي انا ممكن اساهم فيه. وبلاش الغوايش؟ لا يا امي، الغوايش دي حاجه تانية، مني النبيله ملهاش دعوه بالطقم. يلا يا فهيم اديني فاتوره الطقم خليني امشي. يا امي مش قبل ما اشوف الغوايش، ده بعد اذنك طبعا. بلاش بلاش غوايش يا رياض، كفايه الطقم، ماما عندها حق. يلا نبيله، شوفي يا حبيبتي ايه اللي يعجبك. طب خلينا نيجي وقت تاني عشان ماما ما تزعلش. مفيش وقت. ليه؟ هو انت هتلبسني الشبكه امتى؟ هو احنا لسه هنلبس شبكه ونكتب والحاجات دي؟ يا حبيبتي كل حاجه هتتعمل في خلال اسبوع، كفايه بقى اللي ضاع من عمرنا. ما كفاياكوا ودوده، خلصونا عايزين نمشي.